Hi, good morning. How are you? Are you okay today? Today we will start our class. طبعا today is Sunday and we are studying English. We still in unit 6. لسه في احنا الوحدة السادسة اللي عنوانها Stories of All Times يمكن معناها أو from over the time يعني. اليوم راح نشرح لنا activity بس راح أعمل ريفيجن لحالة السؤال باستخدام الماضي المستمر وأحل تدريبات الكتاب. Everyone open your student activity book page number 66. قدام ما أبلش راح أعمل الكل ريفيجن. هلا حكيت لك إنه أنا لما أسأل سؤال باستخدام الباست أثبت الكاميرا past continuous الماضي المستمر طبعا continuous يعني ing استمراري. شو عندي القاعدة؟ القاعدة إنه في استخدام ال wh question. أنا عندي wh question بيجي وراها was أو where. احفظ ترتيب الجملة زائد subject الفاعل. أنا عندي نوعين إما هي she it طبعا تيجي معهم was و I أو they we و you تيجي معهم where زائد verb مضاف إلو ing زائد علامة السؤال. هلا ممكن تسألوني مس إيش هم ال wh question؟ أي سؤال يبدأ أداة سؤال تبدأ في wh question مثل who منو where when when متى why لماذا why لماذا. اوكي why بمعنى لماذا. في غيرهم يعني هو هم مثلا هم بس احنا بنركز على المعنى. مثلا بقول لك where فراغ they yesterday زي هي بالامتحان بجيبك at 6 o'clock أمس الساعة 6 حطيت لك خيارات هنا وهنا بدي أعبي فراغين سي بقول لك was go ولا where going ولا where go. تعال قدام نختار نحلل. أنا بهمني الفاعل ذي. طب يا ثالث يا رابع ذي شو بتاخذ؟ تعتبر جمع بتاخذ وير. ودائما الفعل هون بأي صيغة بالاي ان جي وينها وير جوينج. اوكي هاي هي نيجي ننتقل هون على تدريبات الكتاب. بدي احل التدريب الاول ري اوردر اعادة ترتيب الكلمات لحتى اكون سؤال صحيح. تمام I have to reorder the words to make a new sentence. طبعا أنا شوية مش صوتي مش واضح هلا كنت جاي من دكتور الأسنان وتعبانة طول اليوم صراحة فسامحوني اشتغلت أسناني. طيب دائما رح أبلش باللي بيبدأ في كابيتال واللي هي بالأغلب أداة سؤال اللي هي أداة سؤال. طيب ننتقل هنا أنا بهمني تكون حافظ ترتيب الجملة. إيش هو ترتيب الجملة؟ بكون عندي wh question بيجي وراها إما was أو where زائد subject فاعل زائد where معها ing. امشي على هذا الترتيب وخلص وعلنت السؤال. تعال هنا عندي here why calling you where ببلش في wh question why بعدين تأخذ was أو where where بعدين فاعل you بعدين ing calling بعدين التكملة here بس. تخيل احفظ القاعدة بتعرف تشتغل. احفظ القاعدة بتعرف تشتغل. 2 visit going friend where they there
2. هلا ما بلش في دبليو اتش كويستشن، بلش راح يبلش في واز او وير، نفس الترتيب، شيلوا هذا وكمل زي هيك. بنزل ايش؟ وير، اي وير، بعدين فاعل، مين الفاعل؟ وير ذي جوينج، اي ان جي، بكمل تو فيزيت their friend، هم بدهم يروحوا يزوروا صديقهم. three four who you talking to where، ببلش في w h question who، بعدين was or where، شو عندي where، who where، بعدين فاعل you، i n g talking to. إذا حفظت القاعدة أمورك تمام، إذا حفظت القاعدة أمورك تمام. four grandpa was where going، w h question where، بعدين was aware، ايش عندي was، مين الفاعل؟ going ولا grandpa؟ grandpa، بعدين ing going. بس شايفين ما ابسطها؟ اذا حفظت القاعدة الباقي كله سهل. الان هنا انا بدي اشوف الاجابة واحط السؤال المناسب واستخدم اداة السؤال، مثلا هل، طبعا هذا مهم جدا، انا بجيبك في امتحان فراغ وتشوف لي انا شو لازم استخدم، واي ولا وير ولا وات ولا هو. واي بدي هون بكون ليش، بكون عندي اجابه انه بيكوز، بسبب يعني لماذا، والاجابه يعني تبرر لي. وير لها علاقه بمكان، وين، وات ماذا بشكل عام، هو اجابته راح تكون شخص، هو منو، يعني انا بسال عن شخص. طيب the children were playing football، هون بدي أسأل شو كانوا بيعملوا، what were the children doing، شو كانوا بيعملوا، بيلعبوا فوتبول. طيب she was going to the chemist، راحت على الصيدلية، إذا الصيدلية مكان، إذا شو راح أستخدم، راح أستخدم where، طبعا بحكي عنها هي، فطلع كيف أقول where بعدين was aware اللي هي was she going، وين كانت رايحة؟ رايحة على الكيميست، الصيدلية. طيب they went to the shop to buy، حتى يشتروا present، هدية. هذا أنا ببرر إنهم ليش بدهم يروحوا، إذا why، why where they، why where مثلا هنا او why دقيقة she went to buy، هنا طلع لي، هون راح استخدم ماضي، هاي الغي لي اياها بس انا راح احلها لك، لانه استخدم الي verb to، يعني راح استخدم صيغة الماضي. why did they go، الغي لي اياها السؤال هاي، انا ما راح اركز عليها لانه went، استخدم لي verb to، انا بضطر احط did، تمام؟ لو حط ing بحط was aware. هنا ماري was helping her mom، بدي أقول ماري شو كانت بتعمل، مين كانت بتساعد أمها، طبعا يعني ماري مين بتساعد، هلأ الجواب شخص، راح أقول who was ماري helping، مين كانت ماري بتساعد. وآخر شيء he was buying a new trousers، بيشتري بنطلون جديد، يعني بشكل عام انه شو اشترى، what was he buying، شو كان بيشتري. بس يا رابع احفظ للقاعدة امورك تمام، احفظ ترتيب القاعدة امورك تمام، هذا السؤال الغلية مش مهم ابدا. هاي الصفحة، هذا الغيلية، ركز لي بس على هاي لأنه فيها قواعد. What are you؟ What are you؟ دائما السؤال لما أسألك بـ what زائد are أو where أو was بدل الـ are يعني أو is، دائما بيجي وراهن هذول الأربعة، الـ are والـ where والـ was والـ I، بيجي وراهن verb ing، فأي verb ing بحط عليه دائرة. What are you doing صح؟
رايتنج صح، هذول خطأ، إنه بتاخذ اي ان جي. هلا لما اجاوب مش انا بقول اي ام، انا انت سالتني وات ار يو دوينج بدي اجاوبك، انت سالتني في مستمر بدي اجاوبك في مستمر اي ان جي. ام ميكينج لانش ام واتشينج ا فيلم، جاوبتني في اي ان جي بجاوبك في اي ان جي. It is إنه is أنا بسميها يعني هو بتيجي verb أوكي، هون فعل، هي أصلا فعل مساعد. هلأ الverb دائما بيجي وراء هون بدي أوصفه، مثلا هون it is إيش، إنه إيش، يأكل ولا لذيذ ولا ممل ولا وينت ذهب، بيجي وراها صفة. رح ناخد delicious boring. Can you دائما can you بيجي وراها في حالة السؤال verb one، وين verb one؟ ing غلط، watch it غلط، help صح، find صح. هاي ركزوا لي عليها، هاي قواعد متنوعة، قواعد متنوعة. يعني are you were you was she أو أي، ما بسأل عن حالي، أنا ما بسأل نفسي، لازم تأخذ ing. بسأل سؤال في ing بجاوب جواب في ing. It is دائما ال is لما أسأل it is إنه ماذا، إنه بدي أعطيه صفة delicious أو boring. Can you دائما ال can you، ال can you وال will you وال shall you مثلا، هذول الأفعال بيجي وراهن verb one في حالة السؤال، يعني الفعل بحالته الأولى. بس هاي هي رابع حصتنا لليوم، حلينا الأكتيفيتي بوك أول تدريبين، الثالث إكس حلينا هاي الصفحة كاملة. هذا أنا ما بيهمني، أنا بيهمني تفهم القاعدة وخلص، أنا الشغلات هاي ما بتهمني، تمام. طبعا ركزوا معي وركزوا فيها واحفظوا لي هاي القاعدة، تمام. طبعا عندي حلوا لي إياهن على الكتاب عشان إيش أسمح، عشان وبعثولي الحل. أوكي طبعا عندي بكرة، لا خلص أنا إذا في إشي أوكي، عندي حصة تسميع بكرة راح تكون، راح أستمع لي هذا المقطع. طبعا أنا قلت لكم دائما إنه أنت وحظك ممكن يطلع يعني تحفظ للقطعة كاملة، بس أنا عشان إيش أسهل عليك راح أقرأ لك أنا الفقرة الأولى. بس دقيقة أجيب الكتاب. أوكي يا رابع، قطعة التسميع اللي هي هاي صفحة 72، هاي الفقرة. طبعا أنا المرة هاي رح أحددها لكو، المرة الجاية زي ده قلت لك بدك تحفظها تقرأها كاملة عشان أنت وحظك، عشان تتدرب على القراءة كاملة. بكرة بس هاي رح أحدد لكو، رح تكون عندنا حصة لايف للتسميع. طلع كيف بقرأ. The next day the monkeys were playing in the long grass. Nearby watching them was a hungry leopard. Yummy, thought the leopard. I like eating monkeys. The mother bird was flying above. She saw the monkeys and the leopard and called, "Be careful, there's a leopard. Run and hide." The monkey and his friends ran and hid. The leopard had nothing to eat for lunch. The monkey on the ground looked up at the bird. Thank you, he said, and they both smiled. إذن هاي هي فقرة القراءة. بس ركز لي هنا، hid مش hide، hid. هذا ما بقول عنه leopard، بقول عنه leopard. Leopard يعني هذا cold، مش cold. A إذا بيجي وراها دبل L بقول عنها O، cold. تمام، راح يكون عندنا بكرة حصة أونلاين للتسميع، يعطيكم العافية.